حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، هذا السؤال وردني من أحد الأحبة حول الشجر الأخضر يتحول إلى نار. الله تبارك وتعالى يقول: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الحقيقة يقول يعني ما تفسير هذه الآية، أو كيف يتحول الشجر الأخضر إلى نار، يعني كيف نفهم هذه الآية في ضوء العلم الحديث. أيها الأحبة، نحن نعلم أن عصب الصناعة والتكنولوجيا اليوم هو النفط والغاز الطبيعي. النفط طبعا ما هو؟ هو عبارة عن شجر أخضر بالأساس، والغاز الطبيعي كذلك. تراكم عبر ملايين السنين ودفن تحت الأرض وخضع لعمليات كيميائية معقدة جدا، ليست بالمصادفة أحبتي بالله، انتبهوا. العملية لم تتم بالمصادفة كما يدعي علماء الغرب. العملية تتم بشكل منظم وبشكل مبرمج ومن قبل خالق عظيم وضع برنامجا للكون كله يحكم التغيرات التي تحدث على هذا الشجر. أولا قبل كل شيء أحبتي في الله، الشجر مما يتألف؟ التركيب الأساسي هو الكربون. الله خلقه هكذا. الله عندما خلق الغطاء النباتي للأرض لنعيش نحن منه، متاعا لكم ولأنعامكم، للحيوانات، للكائنات الحية، خلق هذا الغطاء النباتي، خلقه من الكربون. وضمن خطة الخلق أن هذا الكربون سيتحول بعد ملايين السنين إلى نفط وغاز ليستثمره هذا الإنسان المتكبر الذي لا يشكر نعمة الله. رأيتم أيها الأحبة؟ ولولا الميزة التي وضعت في هذا الشجر الأخضر أنه يتركب أساسا من عنصر الكربون القابل للاشتعال، وتركيبة هذا الغطاء النباتي للأرض أنه إذا دفن عبر ملايين السنين يتحول جزء منه إلى غاز طبيعي. اليوم الحضارة كلها تعتمد على الطاقة، والطاقة أساسا تستخرج من بطن الأرض. إذن الذي جعل لكم، أيها الناس، أيها المشككون والملحدون، هذا الإله العظيم عندما خلق الشجر الأخضر المليء بالحيوية والماء والحياة، لا أحد يتخيل أن هذا الشجر الأخضر ستخرج منه طاقة تضيء لنا نستفيد منها في عمليات الاحتراق في المحركات، في السيارات، في الطائرات، عندما يحترق هذا الوقود ليولد لنا الطاقة الحركية فننتقل أو نتنقل عبر من خلال هذه الأجهزة إلى مسافات طويلة. لم تكونوا بالغي وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغه إلا بشق الأنفس. وقال أيضا: ويخلق ما لا تعلمون، من هذه الوسائل الحديثة. طيب، هناك ما يسمى بالوقود الحيوي اليوم الذي يتم استخراجه مباشرة من ماذا؟ من الشجر الأخضر. يعني النباتات هذه أيها الأحبة يقوم العلماء اليوم بتجميعها، بدلا من رميها بقايا النباتات وغير ذلك، يقوم بتجميعها بوضع مواد معينة فتتخمر وتبدأ بإصدار غاز طبيعي قابل للاشتعال. يأخذون هذا الغاز يتم تجميعه واستخدامه في عمليات إشعال مثلا النار، مثلا استخدامه في الصناعة أو حتى في المنازل، أو استخدامه في مجالات متعددة كمصدر للطاقة، الطاقة الحيوية. طيب، يعني بالله عليكم، من الذي أودع هذه الصفة في هذا الشجر الأخضر؟ إنه الله. ينبغي أن نعترف أيها الأحبة أن الله هو الذي أودع هذه الصفة، وليست الطبيعة، وليست المصادفة. الذي جعل لكم
من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه عليم حكيم مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.